ازيك عاملين ايه؟ وحشتني قوي 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 من كل قلبي. النهارده جاي لكم بقى بفكره جديده، فكره جديده، ويا رب تعجبكم يا رب ان شاء الله. وحطوا لي اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس وكومنتات كتير، ويا جماعه حطوا لنا اللي اسمها اشتراكات في القناه، وحطوا لي مشاهدات. انا يا جماعه بشوف ناس بيكتبوا لي كومنتات ومش حطوا لي لايكات واشتراكات. حطوا لي لايكات واشتراكات ودعمونا، دعمونا كلنا بايد واحده ان شاء الله، والقناه تكبر بيكم انتوا. دعموني واكتبوا لي كومنتات وفجروا زرار اللايكات، وانتوا والله يا رب بس الفكره دي تعجبكم، ودعمونا وخلينا ايد واحده كلنا. وان شاء الله لو عايزين عيله قناه عالم حكم وجوز تكبر بيكم، حطوا بقى اللايكات. بص يا جماعه، احنا عايزين لايكات عشان انتوا يا جماعه عيله، يا جماعه تكتبونا حاجات وحشه، تكتبونا حاجات حلوه. بس بس بتعملوا ايه؟ ايوه صحيح يا ولد محمد، اقعد اقعد. بقولك ايه يا ولد محمد، صحيح انت يا ولد انت بتروح هنا كل يوم؟ يا لا وفاء، هو انا عندي طموح. طموح دي ايه يا ولد؟ بابا اتمرن ليه؟ عشان اسافر يلعب مع كريستيانو كورة. حرام يا ولد، ايه ده يا ولد؟ حرام كرسينو ناردو. ناردو حرام يا ولد، عيب. لا عيب كده، بقول لك يا ولد محمد فين الفلوس الجامعيه؟ ما خدتهمش امبارح. ليه يا ولد؟ هتنصبوا عليا ولا ايه؟ فين الفلوس الجامعيه يا ولد؟ خدتهم امبارح. ايوه صحيح يا ولد يا محمد، برضه ايه؟ احنا على الهوا، احنا على الهوا يا ولد، عيب. لازم اكلم المسؤولين عن البيئة، ما ينفعش كده الزبالة كترت. بيئة يا صاح، مش عارف اخش على باب الشقة عشان الزبالة. زبالة صحيح يا ولد؟ لا كده ما ينفعش، ما ينفعش كده. بقول لك ايه يا ولد محمد، امك طبخت ايه يا ولد النهاردة؟ بالنهاردة ايوه محشي برضه شربتي دي ايه؟ يا سلام، ما استخسرين تجيبوا لي صوبة واحد زعلانة منكم. هو يا ولد ايه؟ هو بدل محشي احنا بنجيب. ازيكم عاملين ايه؟ رجعتكم برنامج جديد، هنطلعوا في التلفزيون. دخلتي لي ياما، هنتكلموا النهارده عن البيئة. البيئة يا اختي والزبالة اللي مرمية تحت البيوت دي يا اختي، ده داري تحتيه زبالي. ايه ده؟ اتكلم بقى النهارده عن البيج. ايوه صحيح يا بنتي يا جولي، امبارح يا بنتي يا جولي قاعدة في امان الله لقيت امك يا اختي بتصوت. الله يخرب بيت، عاملين لها ايه؟ ده عشان احنا دوخينا شوية. خلاص شوية، بقولك ايه يا بنتي يا جولي، صحيح طبختوا ايه يا بنت امبارح؟ ده احنا كنا يا بنت اتكلمي، ده احنا كنا محشي. استنى ابي حته بومه، محشي كرنب دي؟ ايوه. اوف ريحتك يا بنت، يا خلاص يا بنت بطلي. امي اتزودت في الكرنب كده شكلها. تسعي بومه حتى بومه على الهوا. ايوه بقى يا جماعه، محدش يرمي زبالة تحت بيوت الناس. اهدي بقى، ركزوا شوية كده في الزبالة، الزبالة تترمي على الزبالة التانية. مش طبيعية يا ولاد، دي في دماغي. بقول لكم ايه يا ولاد، انا جايلكم والله العظيم، هيجيلكم بسرعة. يلا انا جاية اهو يا وليد. جوجو وهي منا ان الولية الحشرية دي عايزة تعرف كل حاجة. والله اني عايزة تعرف مني كل حاجة، وانا سبت منك، بس انا عايزة ادوش على مي، مش عارفة ادوش. انا عايزة اعدى. ازيك؟ 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 بقول لك يا
الطيارة دي وماشية بيه الساعة كام واحدة بالليل كان عايز يا إباء قول لي بس يا ولا في حاجة إن شاء الله كانت في المستشفى ولا إيه؟ والله ما أعرف أنا هسجلها النهاردة وبقول لك يا بنتي يا جولي ركزي معايا يا بنتي يا جولي ركزي شايفيني كده مش مفوضة على في البرنامج بقى يا جماعة البيجة زادت اليومين دول المفروض تحافظوا على البيجة يا جماعة تحافظوا عليها يا جماعة لازم تحافظوا عليها صحيح بقى انتوا الاتنين هو انا لما دخلت كده عندكم امبارح انتوا الاتنين انتي حبة وهو حبة يعني امك يا محمد دخلت المطبخ شوية كده ورا اختك يا الكبيرة كانت بتقول لها ايه اختك كانت مولعة على حاجة كانت بتقول لها ايه سمعني كانت بتقول لها ايه لا ما تبخش الولية دي ولا ايه راح تجو وانت يا بنتي يا جولد لما دخلت لكم امبارح برضو بعد الولد حمد كانت امك حاملة شيلي في التلاجة ما كانتش جمدتهولي ليه جمت الهولي انتي مالك خايفه تديني حد طبق واحد اكل انتي مالك هو انت كل حاجه عايزه تعرفها منين حرام عليك يا بنتي يا جوليا معلش قصدتش كلمات كده بفضفض معاك وفضفضوا معايا كده انا بفضفض معاك هو ده احنا يقول بعت التيشيرت انا اللي تقول لنا ماشي الماتش وعايز بقول لك يا رعم حرام عليك والله في نص الجامعه فين بتاعتك يا انت وامك وابوك واختك يا رعم عشان فلوس ايه الجمعية يا في ايه جمعية مين جيبها لي امتى مش خدتيها ويا بنتي يا جولي لما دخلت لكم اول امبارح كنت بتعملي يا بنتي في المطبخ كنت واقفه كده وقعده على الارض بتاكلي بقى مشمه ريحه كنت شامة عندكم ريحه مفجعه انا كنت اكل تحتي انا كنت قاعد ما كاتش ماما جايبه كل وخدش كل بمامك عشان شت تفتح معاك خايفه تقومي تقعديني معاكي بالصينيه عشان انت معفنه يا بنت انا باجي يا بنت اكل معاكوا يا بنت حرام عليكي خلاص بدها تمشي بقلمين وانتوا ليه طماعه كده ليه؟ دي طماعه يا ولا يا ولا ماما يا بنت ركزي بس انا باجي افضفض معاكوا واكل معاكوا حتى لقمتين كده نتلموا كده مع بعضينا حد انتوا تخافوا تجذبوا لي الحاجه ده احنا يجوا يقعدوا عندك يقولوا فضيت طب جرقتي كده وفي مرميشات وحاجات شوكولاته طب اقول لكم داخله الحمام داخله الحمام بس انت دي ستيفس مع طماعه خالص العمليه دي مالها يا جوجو طماعه عايزه تاكل الاكل بتاعنا Dad.